لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. انتشرت أخبار كثيرة على السوشيال ميديا توفي بوفاة أنيسة بومدين زوجة الرئيس هواري بومدين. وهواري بومدين اسمه الحقيقي محمد إبراهيم بخروبة، 23 أغسطس سنة 1932 مولده، ووفاته في 27 ديسمبر سنة 1978. الرئيس الثاني للجزائر المستقلة شغل المنصب من 19 يونيو سنة 1965 واستمر على رأس السلطة حتى وفاته في 27 ديسمبر سنة 1978، ويعتبر من أبرز رجالات السياسة في الجزائر والعالم العربي في النصف الثاني من القرن العشرين، وأحد رموز حركة عدم الانحياز. لعب دورا هاما على الساحة الإفريقية والعربية، وكان أول رئيس من العالم الثالث يتحدث في الأمم المتحدة عن نظام دولي جديد. واليوم انتشرت أخبار عن وفاة زوجته أنيسة، ولكن عائلتها كذبت الخبر وقالت شائعات سخيفة جدا ولا أساس لها من الصحة. أنيسة بومدين حيا ترزق، لا داعي لهذه الشائعات، وشكرا. الملف الطبي لزوجي ما زال تحت خانة سري، وأنا لا أستبعد أن يكون قد اغتيل. أطلقت أنيسة بومدين أرملة الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين هذه الكلمات عام 2005، أي بعد نحو 27 عام من رحيله. لم تحدد أرملة بومدين جهة مسؤولة عن عملية الاغتيال، لكنها قذفت بكرة لهب في القضية التي ظلت حتى الآن دون تدوين رسمي يحدد هل مات الرئيس الجزائري بالسم أم بغيره، هل مات طبيعيا أم تم الغدر به في دنيا السياسة التي كان أحد أقطابها العرب الكبار طوال فترة حكمه. لم يكن خبر رحيل هواري بومدين عادي على صعيد الساحة العربية، فهناك كانت تشهد ذروة تفككها على أثر زيارة السادات إلى القدس وتوقيع اتفاقية صلح مع إسرائيل، وفي المقابل كانت ليبيا والعراق والجزائر وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية تشكل جبهة الصمود والتصدي كجهة بديلة لمصر لقيادة المنطقة في صراعها مع إسرائيل. هل كان لذلك علاقة باغتياله؟ ذكر أن الباحث الجزائري الصديق خالد عمر بن ققة كان ممن أثار سؤال مبكر من قتل هواري بومدين، ووضع كتاب حمل نفس العنوان. ومع تسليمه بأن الرجل تم اغتياله، كان يقول أن الوحيد القادر على تحريق هذا الملف هو زوجته السيدة أنيسة، لكنها ما زالت صامتة. كان كلام بن ققة عام 2000، وبعد 5 سنوات تحدثت السيدة أنيسة، لكنها لم تحدد الجهة. ظل السؤال مفتوح، من قتل هواري بومدين؟ الاجتهادات في الإجابة على السؤال شملت أكثر من جهة، حتى أنها طالت الرئيس العراقي السابق صدام حسين، والقصة هنا يرويها وزير الدولة للشؤون الخارجية العراقية حامد الجبوري، وذلك في برنامج شاهد على العصر الذي بثته قناة الجزيرة. قال الجبوري أن صدام دس مادة الثاليوم لبومدين خلال زيارته إلى بغداد عام 1978، وبدأ أعراض مرض غريب على بومدين بعد مغادرته بغداد، وتحديدا حين توقف في دمشق للاجتماع اجتماع مع الرئيس السوري حافظ الأسد. وأضاف الجبوري أنه لم يفهم الذي حصل لبومدين إلا بعد أن قتل ضابط عراقي بردة بالطريقة نفسها، وكانت الأعراض التي ظهرت عليه متشابهة للأعراض نفسها التي ظهرت على بومدين، وتحديدا اهتراء الجلد وتحول العظم إلى مادة هشة تتحطم بمجرد تعرض جسد الضحية إلى لطمة ولو خفيفة جدا. رواية الجبوري لها في التقييم والتمحيص
الكثير والكثير، فهي قيلت من معارض عراقي لصدام حسين، وقيلت بناء على القياس وليس المشاهدة أو المشاركة في الفعل، كما أنه وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق واستباحة كل الوثائق في عهد صدام حسين، من الطبيعي لو كان هناك طرف من الحقيقة في ذلك لتم تسريبه على نطاق واسع على الأقل من أجل الجزائريين الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة ضد الحرب الأمريكية على العراق. الحديث عن تسميم بوماديا تجدد أثناء موت ياسر عرفات من زاوية أن موت الزعيمين متشابهة، هو ما قالته نواف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سنة 2006. أعرف أن الرئيس الجزائري هواري بوماديا مات مسموم بنفس الطريقة، طريقة ياسر عرفات، لكن تم الكشف عن الأمر وهو في طور التدهور، أي في وضع المسموم وهو حي قبل أن يصاب بالغيبوبة، وتم إبلاغ عدد من القيادات الجزائرية بذلك. وعلى نفس الدرجة من كلمات حواتمة جاءت شهادة أكبر القادة الذين رافقوا بوماديا، وهو العقيد أحمد بن شريف الذي اطلع على وصف طبيب رئيسه قائلا: كان الرئيس مريضا من جهازه البولي الذي كان يخرج دما. وأضاف: لقد أهديت الرئيس كلبين من سلالة دنماركية وقد مات مسمومين. لكن الغريب في الأمر أن الأطباء الروس وجدوا عند الكلبين نفس أعراض المرض الموجود عند بوماديا. وينتهي الرجل إلى القول: وفاة بوماديا مثل وفاة عرفات تماما. هواري بوماديا هو الرئيس الثاني لدولة الجزائر المستقلة، وقد شغل هذا المنصب يوم 19 يونيو سنة 1965 بعد انقلاب عسكري على الرئيس أحمد بن بلة أول رؤساء الجزائر بعد الاستقلال، والذي شغل منصبه من يوم 15 أكتوبر سنة 1963 حتى يوم 19 يونيو سنة 1965 بعد أن ناضل من أجل استقلال البلاد من الاحتلال الفرنسي، وشارك في تأسيس جبهة التحرير الوطني سنة 1954 والتي قادت الثورة من أجل تحرير البلاد، وكان يعتبر هو زعيمها الروحي. ومن ثم بعد الاستقلال في عام 1962 أصبح أول رئيس للجزائر المستقلة، والذي كان رجلا ثوريا ومناضلا وسياسيا ومدافعا عن حقوق الإنسان، وكان يصنف كعروبي وداعم للقضية العربية وضمن دعاة وحدة المغرب العربي، وقد وصفه أحد المؤرخون بأنه شخصية كبيرة ومبتسمة وبشوشة وغير ملتزمة كثيرا بالبروتوكولات، والجالس معه يحس بالراحة لبساطته وإشعاره لغيره بأنه يوافقهم الرأي أو متفهم لمواقفهم وكأنه في مكانهم. لكن عند التعارض معه من دون طريقة سلمية لفض المشكلة فإنه قد يتحول لشخص شديد المراس وشرس، ومثل ما جلبت له أفكار وتوجهاته ومواقفه إعجاب البعض من الناس فقد نال أيضا على سخط كبير من معارضيه. اتجه العروبي والإسلام والاشتراك والبعض حمله كل أخطاء وأوزار فترة حكمه القصيرة، رغم أنه لم يكن صاحب القرار الوحيد. ومن ثم ففي النهاية وانقلب عليه وزير دفاعه هواري بوماديا، والذي دبر انقلابا عسكريا عليه بالاشتراك مع طاهر زبيري اول رئيس اركان للجيش الجزائري بعد استقلال البلاد، ومجموعة وجدة والتي كانت عبارة عن مجموعة من الضباط العسكريين والسياسيين الجزائريين، تشكلت خلال ثورة التحرير الجزائرية التي اندلعت سنة 1954 حتى عام 1962 في مدينة وجدة المغربية التي تقع غرب الجزائر في شرق المملكة المغربية بعد حوالي 14 كيلومتر من الحدود المغربية الجزائرية. ولد هواري بوماديا واسمه الحقيقي محمد إبراهيم بخربة في يوم 23 أغسطس عام 1932. كان أبوه فلاح بسيط من عائلة كبيرة العدد ومتواضعة الحال، نزحت من ولاية جلجل عند بداية الاحتلال الفرنسي إلى قرية تسمى بني عاد والتي تقع على بعد بضعة كيلومترات غرب مدينة قلمة التي تقع شمال شرق الجزائر على بعد حوالي 150 كيلومتر على الحدود الجزائرية التونسية. كان والده يحبه كثيرا، ورغم ظروفه المادية الصعبة قرر إكمال تعليمه، ولهذا دخل المدرسة القرآنية في القرية التي ولد فيها، وكان عمره آنذاك 4 سنوات. وعندما بلغ سن السادسة دخل مدرسة فرنسية تسمى المبير عام 1938 وفي مدينة قلمة، وتحمل المدرسة اليوم اسم مدرسة محمد عبده، وكان والده يقيم في بني عاد، ولهذا أوكل أمره إلى عائلة من عائلات المدينة تسمى بنو إسماعيل، وذلك مقابل الفحم أو القمح أو الحطب، وهي الأشياء التي كان يحتاجها سكان المدن في ذلك الوقت. اعتراف السلطات
السلطات الفرنسية الاستعمارية، فإن حصيلة العمليات المسلحة ضد المصالح الفرنسية عبر كل مناطق الجزائر في ليلة أول نوفمبر عام 1954 بلغت 30 عملية كلفت مقتل 10 أوروبيين وعملاء وإصابة عدد 23 آخرين بجراح وخسائر مادية تقدر بالمئات من الملايين الفرنكات الفرنسية. أما الثورة فقد فقدت في مرحلتها الأولى بعض من خيرة أبنائها الذين سقطوا شهداء في ميدان الشرف من أمثال عبد الملك رمضان وقرين بالقاسم وباجي مختار وديدوش مراد وغيرهم. وبعد تنفيذ هذه العمليات تم توزيع بيان على الشعب الجزائري يحمل توقيع الأمانة الوطنية ببلاد الجمهورية الجزائرية. تم اختيار أحمد مبيلا رئيس أول حكومة جزائرية بعد الاستقلال، ولكن بوماديا أقنعه بقبول المسؤولية رغم أنه كان متردد، وضمن له دعم الجيش. وفي يوم 26 سبتمبر 1962 نال ثقة المجلس الوطني التأسيسي 141 صوت لصالحه مقابل 13 معارض، كما تم انتخاب فرحات عباس رئيس للمجلس الوطني، ونالت حكومة دمبلة الثقة في يوم 28 سبتمبر سنة 1962، وبذلك صار دمبلة رئيسا للحكومة الجزائرية. وفي يوم 29 سبتمبر سنة 1962 تم اختيار بوماديا وزير للدفاع في هذه حكومة، وبعد عام واحد أي عام 1963 أصبح نائب للرئيس المجلس الثوري دون أن يتخلى عن منصبه كوزير الدفاع. وبعد أن وافق الشعب الجزائري على الدستور الأول للبلاد تم ترشيح دمبلة كأول رئيس للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وانتخبه الشعب بأغلبية ساحقة في استفتاء أجري يوم 15 أكتوبر عام 1963. وفي مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني الذي انعقد في شهر أبريل سنة 1964 تم انتخاب دمبلة أمينا عام للمكتب السياسي، وكانت بداية الجمهورية الجزائرية الفتية صعبة للغاية بخزينة خاوية لا تكفي لأكثر من أسبوع ونقص في الكوادر والكفاءات بعد رحيل الأوروبيين وخاصة الفرنسيين من الجزائر، وكانت لا توجد في البلاد إلا جامعة واحدة بها 500 طالب، كما كان لا يوجد في الجزائر كلها سوى 120 طبيب وصيدلي وعدد 2 مهندسين معماريين. وكانت أول المشاكل التي واجهت الحكومة حلول موسم دخول المدارس والبز اللتان كانتا على الأبواب، فأعلن دمبلة التحدي واستطاع إنجاع عملية الحرس والبز رغم الصعوبات، ورزقت الجزائر بموسم زراعي سخي، وبفضل علاقته الجيدة مع ديجول استطاع بالتعاون مع فرنسا تسهيل وتنظيم دخول المدارس. ومن جانب آخر كانت العروبة والإسلام والإصلاح الزراعي هي الأعمدة الثلاثة في برنامج دمبلة. وانطلاقا من شهر مارس سنة 1963 بدأت حكومة دمبلة في تأميم الأراضي الزراعية ليعقد بعد بضعة شهور المؤتمر الأول للفلاحين، وذلك في إطار سياسة زراعية سميت بالتسيير الذاتي يشرف عليها الديوان الوطني لإعادة الهيكلة الزراعية، والذي أنشأ في نفس السنة كما أولى دمبلة للمرأة الجزائرية جانبا من الاهتمام. وعلى الصعيد المتحدة في شهر أكتوبر عام 1963 مدت يد العون لكل الثورات التحريرية في العالم وخاصة في قارة أفريقيا، إلى حد أن الجزائر وصفت بقبلة الثوار، وقد ساندت دولة الجزائر عسكريا الحركات التحريرية في جنوب أفريقيا وفي جنوب غرب أفريقيا وفي زيمبابوي وأنجولا. كان هواري بوماديا في ذلك الوقت من أشد مؤيدي أحمد دمبلة، ولكن من جانب آخر فقد نزع كل من السياسيين الجزائريين البارزين عضو جبهة التحرير الوطني، واللذان كان من أهم رموز الثورة الجزائرية آيات أحمد ومحمد بوضياف دمبلة الحكم، بدعوى أن كل منهما هو الأجدر والأحق بمنصب الرئيس. ولم يتوقف معارضو حلف دمبلة بوماديا عن نقد دمبلة والتمرد عليه رغم ميل الكفة لصالح دمبلة، فاتهموه بالديكتاتورية واستمروا في أنشطتهم المعادية له وفي تنظيم تجمعات شعبية معارضة لنظام الحكم القائم. وفي الوقت الذي أصبحت فيه المعارضة تشكل تهديدا خطيرا لدمبلة لبلوغ درجة التمرد العسكري، فتم اعتقال بوضياف، ثم أعلن آيات أحمد في يوم 9 يوليو عام 1963 عن تمرده على الحكم والتحاقه بالمتمردين منذ إعلان الاستقلال بمنطقة القبائل شمال شرق الجزائر. وبهذا تكون معظم الزعامات والقيادات في منطقة القبائل قد اتحدت لإسقاط الرئيس دمبلة ولو بالقوة، وفشلت كل محاولات رأد آيات أحمد عن تمرده المسلح حليفه العقيد محند الحاج، وتم
تمكن الجيش الجزائري من إلقاء القبض عليه في يوم 17 أكتوبر سنة 1964 وسجنه، وأجريت له محاكمة وحكم عليه بالإعدام، لكن بنبيلا لم يتسرح في تنفيذ الحكم. وكانت التمردات قد مست أيضا صفوف الجيش، وكان تمرد منطقة القبائل وتمرد العقيد شعباني في الجنوب أبرزها، حيث كان هذا الأخير على خلاف مع هواري بومدين وزير الدفاع حول الضباط الفارين من الجيش الفرنسي لتشكيكه في إخلاصهم، واختار بنبيلا في التعامل معه، مما أدى إلى تأزم الأمر ودفعه ذلك إلى إلقاء القبض على شعباني ومحاكمته والحكم بإعدامه. وبهذا أمكن لبنبيلا تحييد كل خصومه السياسيين، حيث كان قد وضع فرحات عباس في إقامة جبرية في إدرار جنوب البلاد بعد أن قدم استقالته من رئاسة المجلس الوطني في يوم 13 سبتمبر سنة 1963 نتيجة خلافه مع بنبيلا حول سياسته المتبعة لتصريف أمور البلاد، ولم يطلق سراحه إلا في شهر مايو سنة 1965، واعتقل بوضياف وسجن آيات أحمد، هذا إلى جانب الساسة الذين فضلوا المنفى خارج الجزائر كمنطلق للمعارضة. وقد وجهت العديد من الانتقادات لنظام بنبيلا نظرا لقيامه بالقضاء على معارضه السياسيين، مما دفع البعض إلى الالتحاق بالمعارضة في الخارج، رغم أنه استهل عهده بانتهاج سياسة الاعتدال لكثرة القيادات والتيارات. وقد انتقد نقدا شديد أيضا نظرا لتفرده بالحكم والجمع بين عدة سلطات، هذا لأنه كان مقتنع أن الفترة الأولى بعد الاستقلال فترة عصيبة للغاية وتحتاج إلى سلطة مركزية قوية. كما عاب البعض على فترة حكم بنبيلا انشغاله بتصريف الشؤون اليومية على بناء استراتيجية بعيدة المدى، وفشلوا في إرجاع الصورة الشعبية لحزب جبهة التحرير وحصر النشاط السياسي. وبعد شهور من التحضيرات تولى زبيري قائد الأركان أمر اعتقال بنبيلا يونيو سنة 1965 في مقر الرئاسة الجزائرية. وقد فاجأ بنبيلا معتقليه بهدوءه وثباته، في حين كان العسكر الذين يقتادون إلى مستقبل مجهول متخوفين منه ومتوجسين من أي حركة يقوم بها لتحرير نفسه، خاصة وهو الرجل العسكري السابق والرياضي المعروف. وقام بومدين بالإعلان عن الانقلاب على موجات الراديو في خطاب حاول من خلاله تبرير ما سمي بالتصحيح الثوري، وقد جاء في هذا البيان حصر الأخطاء حكم بنبيلا، حيث اعتبر بومدين أن بنبيلا قد خرج عن خطة الثورة الجزائرية واستأثر بالسلطة واتهمه بالدكتاتورية وأخذ عليه احتكاره لتسعة مناصب حساسة في وقت واحد. وقال بومدين أيضا في بيانه أنه لجأ إلى الانقلاب لإنقاذ الثورة وتصحيح المسار السياسي وحفاظا على مكتسبات الثورة الجزائرية، ولم تكن ردة فعل الشعب الجزائري تجاه هذه الأحداث قوية، وإن استمرت بعض المظاهرات في مدينة عنابة والتي أسفرت عن سقوط 38 قتيل من مؤيدي بنبيلا، كما أوردت جريدة لوموند الفرنسية في عدد صدر لها في أغسطس عام 1965 بعض التفاصيل حول عدد القتلى بواقع قتيل في سكويكيدا وقتيلان في تبسة وتسعة قتلى في وهران وأربعين في عنابة. وعلى العموم فبعد أن تمكن هواري بومدين من ترتيب البيت الداخلي شرع في تقوية الدولة على المستوى الداخلي، ومن ثم اهتم بومدين بالإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فقام بوضع أسس الدولة الجزائرية الحديثة وبدأ بوضع ميثاق وطني شاركت جميع فئات الشعب فيه، وانبثق عنه دستور وكان شعاره لا نريد تقبيل اليد. ثم تم انتخاب المجلس الشعب الوطني من طرف الجماهير الواسعة، وعلى الرغم مما يمكن أن يقال عن الميثاق الوطني والدستور إلى أنهما ساهما في ترتيب البيت الجزائري ووضع رقائز لقيام الدولة الجزائرية الحديثة. وعلى صعيد آخر كانت أمام بومدين ثلاث تحديات كبيرة وهي الزراعة والصناعة والثقافة. فعلى مستوى الزراعة قام بومدين بتوزيع الآلاف الهكتارات على الفلاحين الذين كان قد وفر لهم مساكن صحية نظيفة من خلال مشروع 1000 قرية سكنية للفلاحين، وأجهز على معظم البيوت القصديرية والأكواخ التي كان يقتلها الفلاحين، وأمد الفلاحين بكل الوسائل والإمكانات التي كانوا يحتاجون إليها. وقد أدت هذه الخطوط العريضة لسياسة الرجل على المستوى الداخلي إلى استقطاب الكل لخدمة الوطن، وأصبحت كل إيرادات الدولة توجه في صالح المواطن، وكانت النتيجة ازدهار القطاع الزراعي في عهده واسترجع حيويته التي كان عليها أيام الاستعمار الفرنسي، عندما كانت الجزائر المحتلة تصدر 80% من الحبوب إلى العديد من دول قارة أوروبا. وكانت ثورة هواري
الحواري بمدين زراعية خاضعة لاستراتيجية دقيقة بدأت بالحفاظ على الأراضي الزراعية المتوفرة وذلك بوقف التصحر وإقامة حواجز كثيفة من الأشجار أهمها السد الأخضر للفصل. وفي مجال العلاقات الخارجية فإجمالا كانت علاقة الجزائر بكل الدول وخصوصا محور الدول الاشتراكية حسنة للغاية عدا العلاقة بفرنسا والمملكة المغربية حيث شهدت العلاقات مع فرنسا والعديد من فترات التوتر خاصة بعد تأميم البترول وامتناع فرنسا عن شرائه من الجزائر وهو الأمر الذي كان يعد مثالا لباقي الدول المنتجة تتحدى به العالم الرأسمالي وبلا شك أن هذا قد جعل من الجزائر رمز وركن للصمود والمواجهة تحتذي به الدول الصغيرة كما كانت الثورة الجزائرية درسا للشعوب المستضعفة من جهة أخرى. وخلال حرب العاشر من رمضان عام 1973 والتي دارت بين مصر وسوريا بمشاركة عدة دول عربية من جهة والكيان الصهيوني من الجانب الآخر كان للجزائر رئيسها هواري بن مدين دور أساسي وموقف مشرف حيث قام الجيش المصري والسوري في آن واحد بهجوم مفاجئ على قوات الاحتلال الإسرائيلي في سيناء وهضبة الجولان. قد هدفت مصر وسوريا إلى استرداد شبه جزيرة سيناء والجولان التي سبق أن احتلتهما إسرائيل عام 1967 وقد عاش أبو مدين ومعه كل الشعب الجزائري تلك الحرب بكل جوارحه وشاركت جميع الدول العربية تقريبا في هذه الحرب طبقا لاتفاقية الدفاع العربي المشترك لكنها كانت مشاركة رمزية عدا العراق والجزائر اللتان كان جنودهما يشاركون بالفعل مع المصريين والسوريين في القتال. وفي بداية هذه الحرب اتصل أبو مدين بالرئيس المصري السادات وقال له أنه يضع كل إمكانيات الجزائر تحت تصرف القيادة المصرية وطلب منه أن يخبره فورا باحتياجات مصر من الرجال والسلاح. فقال السادات للرئيس الجزائري أن الجيش المصري في حاجة إلى المزيد من الدبابات وأن السوفيت يرفضون تزويده بها وهو ما جعل أبو مدين يطير إلى الاتحاد السوفيتي خلال شهر نوفمبر سنة 1973 ويبذل كل ما في وسعه بما في ذلك فتح حساب بنكي بالدولار لإقناع الروس بالتعجيل بإرسال السلاح إلى الجيش المصري والسوري ووضع به 200 مليون دولار بواقع 100 مليون دولار لكل دولة وتم بالفعل شراء 200 دبابة سوفيتية وتم إرسالها إلى مصر تعويضا لها عما فقدته من الدبابات طوال أيام الحرب. وفي شهادات على العصر قال الرئيس الراحل أنور السادات أن جزء كبير من الفضل في الانتصار الذي حققته مصر في حرب أكتوبر بعد الله عز وجل يعود لرجلين اثنين هما الملك فيصل بن عبد العزيز عاهل السعودية والرئيس الجزائري هواري بو مدين. وبشيء من التفصيل فقد شاركت الجزائر في حرب أكتوبر على الجبهة المصرية بالفوج الثامن للمشاة الميكانيكية والذي كان يشمل 2115 جندي و812 صف ضابط و192 ضابط جزائري. كما قام الرئيس بو مدين بإرسال عدد 50 طائرة حديثة عبارة عن سرب طائرات سوخاوي 7 وسرب طائرات ميج 21 كما وصل إلى مصر لواء جزائري مدرع في يوم 17 أكتوبر سنة 1973 ومعه عدد 96 دبابة وعدد 32 آلية مجنزرة وعدد 12 مدفع ميدان وعدد 16 مدفع مضاد للطائرات هذا بخلاف الدبابات التي اشتراها أبو مدين من الاتحاد السوفيتي وتم شحنها إلى مصر. بداية عام 1974 أصوب أبو مدين بمرض خطير ونادر استعصى علاجه وقل شبيهه. في بداية الأمر ظن الأطباء أنه مصاب بسرطان المثانة غير أن التحاليل الطبية نفت هذا الإدعاء وذهب طبيب سويدي إلى القول بأن أبو مدين أصيب بمرض الدوسنتروم أو الداء العظمى الغضروفي لكردوس الفخذ وهو مرض ورمي في الخلايا الليمفاوية مع أعراض فقدان الوزن والتعب الشديد عند بذل أقل مجهود. وكان هذا الطبيب هو نفسه مكتشف المرض وجاء إلى الجزائر خصيصا لمعالجة أبو مدين وثبت له أن أبو مدين ليس مصاب بهذا الداء. وبعد معاناة طويلة مع مرضه النادر استمرت أكثر من 4 سنوات مات هواري أبو مدين صباح يوم الأربعاء 27 ديسمبر سنة 1978 في الساعة 6:30 فجرا حين دقت ساعة توديع الزعيم. ظهر وزير الخارجية الجزائري حين ذاك عبد العزيز بوتفليقة في الواجهة وهو يلقي الكلمة التأبينية التي كان آخر ما تلا على أبو مدين قبل أن يصبح تحت التراب. وفي خطاب الوداع الذي تؤكد بعض المصادر أن وزير التربية الأسبق علي بن محمد هو من كتب نصه بدأ أبو تفليقة متأثرا جدا لفراق رفيقه ورئيس كل الجزائريين ولكنه ظل متماسكا حتى النهاية. وحينها قال أبو تفليقة في خطاب الوداع الشهير بأرواحنا نبديه لو كان يقبل منا الفداء هذا. وقد انتشرت وراجت في الجزائر شائعات كثيرة حول موت هواري بن مدين وسط غياب الرواية الحقيقية وصمت الذي
الذين عاصروه وكان من أقرب الناس إليه. وكان من هذه الشائعات أن هوارب مدين شرب لبنا مسموم حيث كان يدمن شرب اللبن، وهذا السم استخدم من تل أبيب. وقيل أيضا أن العاهل المغربي الراحل الملك الحسن كان على علم باختفائه قريبا عن المشهد الدنيوي، وقيل أنه أصيب برصاصة في رأسه في محاولة اغتيال في سكنة عسكرية. وكانت مجلة العالم السياسة الجزائرية التي توقفت عن الصدور بعد ذلك قد نشرت ملفا كاملا بعنوان الرواية الكاملة لاغتيال هواري بومدين، وقد أفادت هذه الرواية أنه تم تصفيته من قبل جهاز الموساد الإسرائيلي عن طريق التسميم، لكن الرواية لم تضمن أي تفاصيل تكشف هوية من أوصل السم إلى مائدة بومدين في مقر سكنه الرئاسي. ومهما كسرت الروايات حول وفاته فإن الجزائر خسرت الكثير والكثير بغياب هذا الرجل المفاجئ الذي كان يحلم أن يجعل الجزائر يبان العالم العربي. وأخيرا، فقد كان لهواري بومدين العديد من الأقوال المأسورة، منها هل الأمة العربية مستعدة لبذل الثمن الغالي الذي تطلبه الحرية، وأن اليوم الذي يقبل فيه العرب دفع هذا الثمن لهو اليوم الذي تتحرر فيه فلسطين. ومن أقواله أيضا أن تاريخ الشعوب ليس إلا سلسلة من المعارك المتنوعة تخرج ظافرة من معركة لتدخل مزودة بسلاح جديد إلى معركة جديدة. فإذا كنا قد خرجنا من معركة الاستقلال فإن ذلك يعد سلاحا لا بد منه لخوض معركة أخرى هي معركة النهضة والرقي والحياة، والذي يرغب في الثورة عليه أن يترك الثروة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.